كما تناول الاجتماع التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها تحذيرا للاستحقاقات السياسية المقبلة بالجزائر وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، حيث أكد الأمين العام للخارجية الجزائرية أن هذا الملف توليه المصالح القنصلية أهمية خاصة بما يضمن سيرورة العملية بالشكل الأمثل. تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى جملة من المسائل، خصوصا تلك المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات السياسية الهامة التي ستخوضها الجزائر قبل نهاية هذه السنة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 7 سبتمبر 2024. وفي هذا الإطار تم النقاش والحديث عن مختلف الوسائل التي يتم وضعها تحت تصرف كل المراكز الدبلوماسية من أجل إنجاح هذه الانتخابات، وطبعا العمل بالتكفل بكل انشغالات المراكز حول هذا الموضوع، خصوصا فيما يخص مشاركة كل الجزائريين في هذا الاستحقاق المقبل إن شاء الله.